السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل، دائما مع الحلويات السهلة، الحلويات الجافة اللي نحضروها كل يوم للقهوة العصر، ما تاخدش منها وقت كبير وكذلك ما تاخدش منها مقادير كبيرة. وصفة سهلة حضرتها بالشوكولا، نمشي نشوفوا مع بعض مقادير وطريقة تحضير هذه الحلوى وفرجة ممتعة. لتحضير هذه الحلوى نحتاج هنا 125 غرام زبدة تكون بحرارة الغرفة تكون طرية، رشة ملح، هنا زوج معالق تاع نشا، 3 معالق تاع السكر الناعم، نصف ملعقه صغيره تاع الخماره الكيميائيه، 75 هنا غرام شوكولا سوداء دوك نذوبوها، ونحتاجو هنا الفرينه حسب ما نحتاج لجمع العجينه. نبداو بهذيك الزبده مع رشه الملح مع السكر الناعم نخدموها. هنا نخدمو بالباتور، هنا قلت 3 معالق كبار تاع السكر الناعم مع رشه الملح مع الزبده 125 غرام، نخدموهم على الشح حتى يوليو على شكل كريمه. طبعا هنا السكر الناعم توجور غربلوه باش ما يكونش دوك الكور. اصبحت الزوده مع السكر الناعم على هذا الشكل على شكل كريمه. الان نزيد المواد الجافه، نضيف هنا المايزينا نيشا 2 معالق كبار، نصف ملعقه صغيره تاع الخماره الكيميائيه، والفرينه نضيفو غير القليل ونشوفو حتى نضيفوش كاع كميه. كي نكملو نقول لكم شحال جاتني. وهذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها، شوفوا طريه ما تعملوهاش قاصحه. دخلت لي هنا 180 غرام تاع الفرينه. الان كنت ذوبت الشوكولا السوداء، نضيف الشوكولا ونخلط، ندخلوا ديك الشوكولا كاع في العجين. هاد الكاطو يجي بنين بزاف. هنا تقدروا تعملوه في الليمون تاع السيليكون هكذا باش ما يبارد لكمش، ما يفقدش الشكل نتاعو. كيما تقدروا تعملوه بلا ما كانش عندكم ليمون تاع السيليكون، تعملوه بلا ليمون تاع السيليكون. تحصلت على هاد العجينه. الان نعمل كرات هكذا، كره تاع منهم حوالي 15 حتى 16 غرام، ما تكبروش لان فيه الشوكولا يزيد يكبر الشكل تاعو. وبفوق بوسطة الشوكه تضغطوا هكذا، نعملهم يطيبوا في صينيه تكون مفروشه برق الطبخ، ندخلوهم يطيبوا. مده الطهي تكون من 10 حتى ل 15 دقيقه نتوما والفرن تاعكم. ولا كان عندكم متوفر كيما هاد ليمول تاع السيليكون تخدموا، غير تعملوا كرات هكذاك 15 ولا 12 وتحطوهم في المول باش كي ديك الشوكولا تذوب يرفد شكل المول على هذا الشكل. نكمل بنفس الطريقه، ندخلهم فرن مسخن على درجه 160 درجه مئويه مده 10 دقائق ونخرجوه. وهذا هو الكاطو بعد ما طاب. الان نحتاجوا الشوكولا بيضاء ذوبتها، ونحتاجوا لهذا القمح المنفوخ محلى، هكذا الكيس يعمل 20 دينار، نزينوا به. دوك تشوفوه نعملوه في عده حلويات، ندحيو دونك ما ندحيوش كاع الحبه، ندحيو غير نصف تاعها فقط. ونعملو عليها حبه هكذا في الوسط تاع هذا القمح المنفوخ المحلى. هذا هو الشكل تاع حلوه بسيطه. نحطهم هكذا على بابي كويسون ينشفوا، ونشوفهم ان شاء الله في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع هاد الحلوى تاعنا، حلوى جافة بالشوكولا، جات صدقوني جات بنينة بزاف، أنا ولادي عجبتهم بزاف. نتمنى إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها أنتم كذلك. ما تنساوش تخليو لي تعليقات، تعملوا لايك لفيديو، تبارطاجيو لفيديو، ولي أول مرة تزور قناتي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناة. نشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.